مين بعدك؟ سير 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 انه بدينا دابا سير 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 انت بعد 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 الله 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 كاين عيبوس الحديده يا اخي ايه الشريو ولد ماشي الحديده اديوس اميو نباركي واحد قسمين ديال المكان هنايا ايوا صباح النور عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد مع عمر طنجاوي الخاوي ديالي في هذا الجوي في هذا اليومي الممطر الشتاء تبارك الله عندنا هنا يوم مي كتكون الشتاء كنواجه صعوبه في الخدمه ماشي غير انا الناس اللي خدامين في السوقان كيشبروا الطريق في الشتاء كيواجهوا صعوبه حيتاش كتكون الضبابه والشتاء وديك الغمامه ديال الطوموبيل اسمي كيكونوا ماشيين كيبقاو يرخيوها عليك ما كتبقاش يتبان لك الطريق مره ودابا جبرتوني كنبدل الصباط ديال الخدمه ما كيبقى كيفرع لي رجلي ما كنحملوش ما كنتحاملش معاه عاد كنشبر الطراك كنلبس سبردين كيجيب معايا سبردين والله العظيم الخاوي ديالي اليوم انا فرحان وحزنان كنت فرحان ولكن جاني واحد الخبر اللي صراحه حزنت بزاف اللي هو واحد الخبر جاني من اسبانيا واحد الخبر جاني من اسبانيا اللي الصراحه حزنت شويه وبقى فيا الحال شد الناس عندي عزازين عليا في اسبانيا اللي قوس معاهم واحد 4 سنين ولا 5 سنين من حياتي قوس مع هاد الناس هادو في اسبانيا وسمعت عليهم شي خبر بقى فيا الحال وفرحت الموت كخصك تفرح عليها ماشي تحزن ولكن الناس مزيانين ملي كيموتوا كيبقى فينا الحال بزاف الصراحه طبيعة الحال هاد الناس هادو نتوما كتعرفوهم حيتاش ملي فتحت انا هاد القناة هادي كنت ساكن مع هاد الناس هادو كنت ساكن معاهم في وسط دارهم مع عائلتهم وحسبوني واحد منهم ديك السيد اللي كنت عايش معاه انا في اسبانيا اللي هو انريكي هاد السيد هذا اللي ما عمري نسى الخير ديالو الاخ ديالو حتى هو كان عاوننا بزاف وكان كيجي عندنا بزاف وكان كيبغينا بزاف وكان كيحسبنا واحد من ولادو الاخ ديالو اللي توفى ولي البارح هادي واحد 3 ايام ولا يوم 3 ايام دابا قال لي 3 ايام باش توفى مسكين ما خصناش نترحموا على شي واحد غير مسلم ولكن بقى فيا الحال الصراحه بقى فيا الحال بزاف وديجا هادي واحد شهر ماتت واحد السيده حتى هي كانت كتجي من الجمعه للجمعه كانت كطيبنا الغداء وتجمع لنا الحوايج ديالنا وتمشي كي باسا تو ايسون كاميرا تيو ما فهم والو شاف كاميرا منزله تما ومشي رحا قال لي شنو ديك العجب نكملوا الموضوع ديالنا كيف ما قلت لكم قبل هذه واحد شهر واحد السيده حتى هي كانت كتجي عندنا مسكينه وكبيره في السن شويه حتى هي توفات كانت كتجي عندنا من جمعه لجمعه كانت كتصبلنا الحوايج ديالنا وتجمع لنا الدار وتطيبنا الماكله وتمشي كانت كتجي الجمعه والاثنين الجمعه والاثنين كان هو مخدم مسكين حيت هو ديك الراجل كان كيعجبو يعمل الخير كيشوف الناس ما جالسين شي ولا ما عندهم شي واحد مدخول يخدمهم كيعمل لهم اي حاجه المهم يعطيهم ديك البركه وصافي كان كيخدمها حتى شي ما كانت شي خدامه كان كيخدمها وكيتهلا فيها حتى هي توفات مسكينه وقبل عاود كانت توفات واحد المراه عاود حتى هي كانت كتجي عاود من السبت ولا شي نهار اخر مابقيتش عاقل كانت كتجي واحد المره في السيمانه هاد المراه هادي حتى هي توفات الناس مزيانين بداو كينقاسوا بداو كيقلالوا ثلاثه ديال الناس اللي كانوا عندي عزازين في توفوا في مدريد وباقي الناس عندي كنعرفهم تما يلا يطول لهم في العمر ما كرهناش هاد الناس هادو ما يموتوش علاش حيتاش الناس مزيانين وكيعملوا الخير وبزاف ديال الحاجات وهادشي اللي كاين اليوم انا حزين 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 بوينو دابا غنمشيو نكملوا العمل ديالنا كنعطي سكانر لصاحبي كيعوض لي داكشي هذاك اليوم عندي 113 بوست انا قلت لكم صب شمخس ب 100 وتا الخاوي ديالي بوينو دابا غادي كما كتشوفوا الجو ممطر مسحبه يا خي ديالي باكيتيس هنايا وهنايا كيبانوش الضو طافي يا خي ديالي الضو كيجي غالي يا
بسم الله توكلت عليك ربي. يا الله كنعوم 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 في الباكيتيس اليوم اخاي ديالي. غانا اخاي ديالي شو شحال عندي اليوم شويه يا الناس اللي قدامين في الحرفه كيجيو ما تشي شويه بحق انا هادشي هذا كيجيني بزاف. اخاي ديالي انا كتجيني صعيبه بالحق اللي قديم وولد الحرفه راه كتجيه سهله حتىاش كيجيوني تعاليقات كيقول لي الله يا اخي عندك 100 وكيجيوك بزاف. كيجيوني بزاف بزاف كاع باقي الله ضاربين شهر شهرين كاع تنسوا رجعوا فحالكم رجعوا قدامي ديك الساعه اجيو هضروا معايا بالالوف بس قدي الف باكي هي في النهار. ابعد بعد ابعد نمشي لواحد الطرايه كي بديت بهادي وهادي دابا نمشي هيدا من بعد نجي هيدا وامشي هيدا. واحد اللعيبه عجبتني هنا دابا انا محسوب مهاد الابطال هادو محسوب على الاطباء وما نعرفش شكون هادو. قال لك شكرا ان الي اندر هيلدن فانيو زعما قال لك شكرا لكم كاملين الابطال انا محسوب مع الابطال انا هو هذا خيدي. عجبتني هادي انا من الابطال والله عمي شي كلب والله عمي شي كلب والله عمي شي واش هاد الكلاب في اي بلاصه كنمشي ليها كيبقاو ينفعوا عليا ما عارفينيش بلي انا من الابطال. الكلاب خصهم يعرفوا بلي انا من الابطال ما خصو بعد النوبات كنكون ماجي لهم بالماكله الماكله كنكون في يدي ماكله ضد جرو كيتعرض لي جرو كيبقى ينبه عليا مصيبات ما يمكن خصهم يشوفوا لنا شي حل ما كيخلعوني الجرا خاي ديالي ما عمرو عطاني شي جرو ولكن في الخلعه ديال الجرا كنشوف الجرو كنبقى نقفقف ولكن ملي كنشوفو بعيد هيدا بعيد وما عارفو ما يوصلليش كنبقى نعملو ديك المشيله عجيبه ونبقى ناديه اجرو ما كنهنيش. شوف حنا هذا مرحبا بكم مع عمر الطنجاوي في العروبيه والشارقي يا خي ديالي. اي والله كما كتشوفوا الجو جميل جدا جيت سرينا من هذا الشارع نرجعو فحالنا الشارقي تحرك تبارك الله غير كنزل اخاي غير كنزل كيكون غير رفعني الريح. سير اخاي سير 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 داف سير 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 ومرحبا بكم عمر الطنجاوي في هاد البلاصه الواعره. دابا الله شنو واقع شنو كيوقع كدابزو عملوا عقلكم باكيتيس عملوا عقلكم انا نبقى نشير فيكم واحد بواحد. وانا نمشيو دابا لهنايا نشوفوا واحد الدار. الترين قطعنا الطريق اخي الترين غادي الترين دايز الترين كيقطع انا ما نقطعوش يا اخي الترين بقاو هنايا سير 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 اخي الترين سير سير الترين مشى وحنا بقينا حاصلين هنايا. اقتلني الجوع اخي ديالي اقتلني الجوع واقتلني البرد يا لطيف كجبر ما يجي معايا الماكله تقتلت دابا كرشي باش عمره بنص كميره وتسون نص كميره وكنعمل فيها شي حاجه خصني شحالي ما ضربت المرميطه انا تقول فينا الخاوه جبنا لك باكيه خرج من الدار خرج من الدار ما كيدوقش هاز باكيه انا ما شفتوش بالسلام بقى غير المكتب معايا حمقوني قطوط انا شي حاجه اسمها قطوط الا تايف كنموت عليه. عشيري ما يمكنش نجي من هنا وما نطللش على عشيري عشيري
وعشيري اجي اجي يا البوغوس اجي واخا اجي يا البوغوس اجي البوغوس ديالي اجي اعشي ور ما كاينش النهار اللي ما نجيش هنا عنده شو على زين حمر معفر اجي يا البوغوس نضرب معاك تبعت لي معشيري ابعت لي معشيري كندخل خصني ضروري نشوف دابا حيت شعرتي واحد الشرقي كيطير يا حبيبي الشرقي شوف واش حرق اللي ما بقى لي والو هادو دم مدينة ما قدرتش نعملهم كان السوق كنخليهم من بعد فتجيها بخلي غير هادي شرفة عايز ما تطيح اخي كطيح وكاس حماغني يا اخي كنبقى نجمع فيها عاد الماكلة ديالك اخي الماكلة ديالك شو عندك تخسر شو عندك ايش عند لا دا حايل هذا دابا مولاه كتب لنا شي حاجة هنا يا عرش الله طيفة الله طيفة دا عمل الخطاب الملكي هنايا خلاص إيك نيست هاوس بين مخي دي باكيتي أخطر دي بومبوس قلك عملها هنا يا هاي هنا يا خي ديالي تهلا تهلا اليوم عندك العشاء اليوم تهلا تهلا ماشي أنا واحد باكية ما جبرتهاش والو وتقولوا واش جبرت ديك الباكية عيس كنقلب وهي عيشي برا صغيرة باقيين عاقلين عليا انا وصاحبي كنعطيها لي باقا شي برا صغير عييت ونقلب عليها جيت نبلايص دابا واحد جوج البلايص فرقت فيهم وفتحت فيهم باب قلت زعما تكون طاحت لي جوج البلايص جيت قبل منا هنا واحد الدار اللي هين والو ما جبرتهاش زعما تكون في الارض ولا شي حاجه حتى شي عبره حتى شي عبره يقدر ما يشوفها حتى شي واحد وما جبرتهاش هادشي اللي طلع غنمشي وغدير الخدمه غنقول مي كيجيو يفتحوا لي سكانر باش نخدم غيقولوا لي فيني نقول لهم ما جبرتهاش يا اخي حيت كنقلب عليه ما عرفتش كنت حاط لي في وسط الديبو ولا شي لعبه والله ما عرف ابوينو دابا سالينا العامل ديالنا كنبقاش شي تقابي كنبقاش شي بلايص عمري تخيلت راسي عملت فيهم شي حاجه بحال دابا هادو واش انا باكيه قاعد نعملها هنا ولكن ديك الهبال ديك الوسواس كيخليك تبقاش في اي دي كيخليك تبقاش اي حاجه اي بلاصه بوينو غادي نشبرو الطريق ديالنا دابا غادي نمشيو فحالنا نطلعو من انتوربن مصيبة جبادة ديال الطريق اخي ديالي قلنا والو شي باركي معاكم هنايا فهاد الحومة هادي زعما الحومة ها هو ها هو حضرنا الباركي اخي وصلنا الى البيت الى المنزل يا لطيف نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله اديوس